السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر ابراهيم بحيري، بنشرح مع بعض منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي لدفعة 2022. ازيكم يا شباب؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير وسعاده. وخلاص هانت يا بطل، كلها ايام معدوده وتدخل الامتحان وتخلص من كابوس ثانويه عامه، وانا معاك اما تدخل الجامعه هتفتكر الايام دي وهتقول يا ريت الايام دي ترجع تاني. هي ايام توتر، ايام صعبه شويه في حته ان انت خايف بس من الامتحان. طب يا مستر تنصحني بايه الفتره دي؟ انصحك بالوقت، حافظ على الوقت. الوقت اللي باقي لك مش كتير وفي نفس الوقت مش قليل. الوقت اللي باقي لك تقدر تراجع فيه المنهج بالتفصيل وتحل عليه كل الاسئله بنواتج التعلم اللي ممكن تقابلك، بس الموضوع محتاج تنظيم. واللي انت تبدا، انت لسه قاعد بتعمل ايه؟ انت لحد دلوقتي مستني ايه؟ هتقولي ما انا خايف. ما هو المفروض انت خايف لازم تقلل الخوف بتاعك. تقلله ازاي؟ ان انت تذاكر. ذاكر فالتوتر هيخف والقلق هيخف، وبالتالي هتطمن ان انت بتعمل اللي عليك. في طلبة كتير بتبقى داخلة امتحان اخر السنة بتبقى مش خايفة من الامتحان. تسأل الطالب تقول له انت مش خايف من الامتحان ليه؟ يقول لك انا عملت اللي عليا، انا سايب بقى الباقي على ربنا. انا عاوزك كده، عاوزك تعمل اللي عليك بس وسيب الباقي على ربنا. الكليه دي رزق من عند ربنا، ربنا هيحطك في المكان الانسب ليك. خليك واثق في كده. تعال بقى كده نشوف حصه النهارده ونختم مع بعض الفصل السابع. هنتكلم عن الحروب العربيه الاسرائيليه. هنتكلم عن اربع حروب. اول حرب عندنا هنتكلم عن حرب فلسطين 48 والعدوان الثلاثي على مصر سنه 56 والعدوان الاسرائيلي 5 يونيو 67 وحرب اكتوبر 73. تعال نمسك كل حرب كده مع بعض، اسبابها، احداثها، نتائجها، ونطلع منها كل اللي احنا محتاجينه. ولازم تتفرج على الفيديو ده للاخر لاني هقول معلومات مهمة جدا في اخر الفيديو. الناس اللي ضايعة، الناس اللي عندها مشاكل هنحلها مع بعض ان شاء الله. تابع الفيديو للاخر. تعال كده نشوف مع بعض اول حرب معانا. هنتكلم عن حرب فلسطين 1948 اللي كانت ما بين اسرائيل والقوات العربية. مين هم القوات العربية؟ أربع جيوش عربية: مصر، سوريا، الأردن، العراق. دخلوا ضد إسرائيل في حرب فلسطين 1948. طب ليه؟ تعال كده نشوف أسباب حرب فلسطين 1948. أول ما إنجلترا قالت أنا هنسحب من فلسطين، زي ما شفنا 1948، قام اليهود بإعلان دولة إسرائيل. مش بس كده، ده اعترف بيها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ومعظم دول العالم اعترفوا بدولة إسرائيل. فهنا جمعت الدول العربية قالت احنا لازم ندخل حرب علشان نرجع الأمن والسكينة إلى فلسطين. فجمعت الدول العربية أصدرت قرار حرب إن الجيوش العربية تدخل إلى فلسطين عشان ترجع الأمن والسكينة إلى فلسطين. فدخل أربع جيوش عربية: مصر وسوريا والعراق والأردن. دخلت القوات العربية كانت غير مستعدة وغير مدربة وغير متحدة في الفكرة أو الخطة، وبالتالي إيه؟ اتهزمنا. ولا في استعداد كافي ولا في خطة أصلا، فدخلنا اتهزمنا. فالنتيجة هو، ركز معايا كده، نتيجة حرب فلسطين 48 هزيمة القوات الإيه؟ العربية. ده مش بس اتهزمت القوات العربية، ده إسرائيل استولت على أراضي أكتر مما خصص لها في قرار تقسيم فلسطين سنة 47. أنا مش قلت لك إن الأمم المتحدة سنة 47 قسمت فلسطين لدولة عربية ودولة يهودية والقدس المدولة؟ أيوة. هنا إسرائيل خدت أراضي أكتر من اللي كان متخصص لها في قرار تقسيم فلسطين سنة 47. فخدت إيه؟ خدت صحراء النقب. خدت صحراء الإيه؟ النقب، الصحراء العربية. خدت صحراء النقب. مش بس كده، ده كمان فضلت تواصل زحفها لحد ما وصلت للعقبة وأنشأت ميناء إيلات وبقى لها منفذ على البحر الإيه؟ الأحمر. طب هنا شعب فلسطين فاضله إيه كده؟ أما إسرائيل خدت ده كله. لم يتبقى شعب لشعب فلسطين سوى ثلاث أماكن. أول حاجة الضفة الغربية لنهر الأردن، وقطاع غزة، وإيه تاني؟ والقدس القديمة.
يبقى ما فاضلش لشعب فلسطين غير الثلاث اماكن دول، الضفه الغربيه وقطاع غزه والقدس الايه القديمه. طب بقيت شعب فلسطين كده هيقعد فين او راح فين؟ قال لك فرار اكتر من مليون فلسطيني تركوا وطنهم ضعفا امام اليهود، اكتر من مليون فلسطيني هربوا لانهم ما قدروش يقفوا قدام اليهود. والاول مره يتكتب جنب المواطن الفلسطيني كلمه لاجئ. انت مش قلت لي ان احنا اتهزمنا يا مستر؟ ايوه. فهنا المفروض هنعمل هدنه. فاضطرت البلاد العربيه المواجهه، اللي هم مين بقى البلاد العربيه المواجهه؟ ركز معايا كده، مصر، سوريا، الاردن، لبنان. ايه لبنان؟ انت مش قلت لي ان بدل لبنان كانت العراق؟ ايوه، بس اللي عمل الهدنه لبنان مش العراق. طب ليه؟ لان العراق بعيده جغرافيا عن اسرائيل. فهنا بنلاقي ان الدول اللي عملت الهدنه مع اسرائيل هي الدول اللي مشتركه في الحدود مع اسرائيل، اللي هي مين؟ مصر وسوريا والاردن وايه ولبنان. فيجي لك السؤال كده في الامتحان يقول لك يرجع عدم اشتراك العراق او توقيع العراق على هدنه روتس سنه 49، تقول لي البعدها لايه؟ الجغرافي، لانها بعيده جغرافيا عن اسرائيل. فالهدنه اتعملت مع لبنان. الهدنه دي اسمها هدنه ايه؟ هدنه روتس. وما تتلخبطش ما بينها وما بين هدنه مدروس اللي خدناها في الفصل السادس اللي انت مش فاكرها اصلا ومش هفكرك. سنه 1949 عملنا هدنه روتس. طيب سنه 50 يا مستر، 1950 الولايات المتحده الامريكيه وانجلترا وفرنسا اعلنوا ضمان الحدود الجديدة لدولة اسرائيل، وبدأت بقى تظهر قدامنا ملامح دولة ايه؟ اسرائيل. يجي يقول لك ظهرت ملامح دولة اسرائيل بعد حرب نقط، تقول له بعد حرب فلسطين 1948. طب يقول لك بعد هدنة نقط، تقول له بعد هدنة روتس 1949 بدأت تظهر لنا بقى دولة اسرائيل، واعترف بيها قلت لك الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا وايه وفرنسا اعترفوا بضمان الحدود الجديدة لدولة اسرائيل. دي حرب فلسطين 48. طبعا رفضت البلاد العربية الاعتراف بدولة اسرائيل، ومن هنا بدأت القضية تكون ساخنة بتنفجر من وقت لآخر لحد ما تغير الوضع السياسي في مصر. ازاي تغير الوضع السياسي في مصر؟ قامت ثورة في مصر اللي هي ثورة 23 يوليو 1952، ولغينا النظام الملكي واعلنا الجمهورية وعملنا اتفاقية الجلاء مع انجلترا ومشينا ايه انجلترا وأممنا قناة السويس وعملنا جيش، كل ده. فظهرت مصر كقوة جديدة في المنطقة وبدأت تقود الوحدة العربية. فهنا هيحصل عدوان على مين؟ على مصر، اسمه العدوان الثلاثي 1956. ثلاث دول بعيد عنك هيعتدوا على أم الدنيا اللي هي مين؟ مصر. تعال كده نشوف مين هم. عدوان ثلاثي، عندك إسرائيل ومعها انجلترا ومين تاني؟ وفرنسا. طب ليه؟ إيه اللي هيخلي إسرائيل تعتدي على مصر وانجلترا وفرنسا؟ كل واحدة ليها هدف، كل واحدة عايزة تحقق أهدافها الاستعمارية. تعال كده نشوف إسرائيل. إسرائيل قالت لك أنا لازم أضرب مصر. طب ليه؟ قالت لك مصر هي العقبة الوحيدة أمام أطماعي. مصر هي العقبة الوحيدة قدام أطماعك؟ آه، فعايز أضرب مصر. طب ما كده يا مستر إسرائيل تجاوزت مفهوم الوطن الإيه؟ القومي. هي إسرائيل كانت إيه في الأول؟ كانت شوية يهود يا مستر جايين من أوروبا لاجئين، كانوا عايزين يعملوا إيه؟ وطن. بعد ما عملوا وطن عملوا دولة، بعد ما عملوا دولة عايزين يعتدوا على دولة تانية، فأصبحت إسرائيل دولة استعمارية. فيجي لك السؤال كده يقول لك إسرائيل أو تجاوز اليهود مفهوم الوطن القومي، تقول له في العدوان الثلاثي 56 بقت دولة إيه؟ استعمارية، عايزة إيه؟ تضرب مصر. طب ليه؟ لان مصر هي العقبة الوحيدة قدام اطماع اسرائيل. احنا العقبة الوحيدة؟ طب بقية الدول العربية يا اسرائيل ما بتشكلش ليك مشكلة؟ قالت لا 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 لا، انا مطمنة للدول العربية التانية. مطمنة لها ليه يعني؟ قالت الدول العربية التانية يا اما دول بعيدة جغرافيا عن حدودي فلا تشكل خطر علي، زي مثلا المغرب، موريتانيا، الدول دي بعيدة عن حدودي هتشكل خطر علي؟ لا. طب بقيه الدول؟ قالت بقيه الدول يا اما دول مواليه لاسرائيل. ازاي؟ لاما في دول جنب مني بس الدول دي واقعه تحت نفوذ دول مواليه لاسرائيل، يعني تحت استعمار من الاخر، فاكيد مش هتهجم عليا. طيب تالت حاجه، في دول جنب مني بس ما تقدرش تتصدى ليا ايه؟ عسكريا، انا اقوى منها عسكريا. فكده نقدر نقول ان اسرائيل مطمنه لبعض الدول العربيه لثلاث اسباب، لاسباب جغرافيه بعيده عن حدودي، لاسباب سياسيه وقوعها تحت نفوذ دول مواليه ليا تحت استعمار يعني، و
لأسباب عسكرية ما تقدرش تتصدى ليها إيه؟ عسكريا طبعا، لأن إسرائيل أقوى منها، إسرائيل بتقول كده. ما عدا مين بقى؟ ما عدا مصر. قالت مصر هي العقبة الوحيدة اللي قدامي، هي الدولة القوية اللي قدامي، فأنا لازم أضرب مين بقى؟ لازم أضرب مصر. طيب إنجلترا مستر هتشترك في العدوان ليه؟ هو احنا زعلناها في حاجة؟ زعلناها. زعلناها امتى؟ اما جمال عبد الناصر قام بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس، اما قال لك ان قناة السويس شركة مصرية خالصة، ونقل كل فلوسها والتزاماتها للدولة. فطبعا انجلترا اتضايقت لانها كانت عايزة تفضل مسيطرة على قناة الايه؟ السويس. فقالت انا هشترك في العدوان عشان اسيطر على قناة الايه؟ السويس. طب فرنسا؟ ايه اللي هيخلي فرنسا تشترك في العدوان على مصر؟ لان فرنسا متضايقه برضو من مصر. ليه؟ لان مصر كانت بتساند الثوره الايه؟ الجزائريه. فاكر طبعا في الفصل الخامس ان ادركت حكومه جيمولي ان لا انتصار على الثوره الجزائريه الا باخراج مصر من معركه استقلال الجزائر. فهنا فرنسا اشتركت في العدوان الثلاثي على مصر عشان مصر كانت بتساعد الثوره الجزائريه، فعايزه تمنع مصر ان هي تساعد الثوره الجزائريه. يبقى التقت مقاصد الصهيونيه مع مقاصد الاستعمار الغربي وعملوا مؤامره ضد مصر. طب تعالى بقى نشوف المؤامره كده واحداث العدوان. بص بقى معايا كده، اتفقوا مين هيهجم الاول؟ ها مين؟ قالوا اسرائيل هتهجم الاول. فبدات اسرائيل تهجم على ايه؟ على الحدود المصريه. طبعا هجمت على سيناء، فبدأ الجيش المصري يتصدى للهجوم اهو. هنا انجلترا وفرنسا راحوا بعتين انذار لمين؟ لمصر والاسرائيل. بيقولوا ايه في الانذار؟ بيقولوا وقفوا القتال. طيب بعد ما نوقف القتال، الابتعاد اميال قليلة عن جانبي قناة السويس. يعني ايه؟ يعني الجيش المصري يقف هنا غرب قناة السويس، والجيش الاسرائيلي يقف هنا شرق قناة السويس. يعني معنى الكلام كده الجيش المصري هيسيب ايه؟ سيناء. ده معنى الكلام. فهنا طبعا رفضت مصر الانذار الانجليزي الفرنسي، وقالت انا مش هنسحب ولا هسيب سيناء، ومش هبتعد اميال قليلا عن جانبي قناه الايه؟ السويس. طب والعمل؟ هنا انجلترا وفرنسا كانوا عارفين ان انت اصلا هترفض، وهم كانوا عايزين كده. فبدات انجلترا وفرنسا يدخلوا يضربوا في شعب بورسعيد، والواضح ان هم داخلين قناه الايه؟ السويس، عشان يحاصروا الجيش المصري في سيناء ويتم القضاء عليه. ما هو كارثه لو دخلوا قناه السويس. لا يا مستر، لان دلوقتي قلت لك الجيش المصري موجود في سيناء بيقاوم مين؟ اسرائيل، بيمنع اسرائيل. هنا انجلترا وفرنسا هينزلوا ويدخلوا في قناه الايه؟ السويس. يبقى انت قدامك الجيش الاسرائيلي، في ظهرك انجلترا وايه؟ وفرنسا، فوق البحر الايه؟ المتوسط، تحت البحر الايه؟ الاحمر. تطويق كامل، حصار كامل، سيتم حصار الجيش المصري في سيناء والقضاء عليه. انجلترا وفرنسا بدات تدخل تضرب في شعب بورسعيد عشان تدخل قناه السويس عشان تحاصر الجيش المصري عندنا في سيناء. هنا القياده السياسيه للجيش المصري هتسيب نفسها تتحاصر ويتم القضاء عليها؟ اكيد لا. فهنا القياده السياسيه قالت الفرد قبل الارض، الفرد اهم من الارض. يعني ايه؟ يعني انا حافظ على الجيش ومش مشكله الارض دلوقتي. طب يا مستر، ما هو انا لو انا انسحبت من سيناء اسرائيل هتاخد سيناء. ماشي، ما انت برضو لو ما انسحبتش هتتحاصر ويتم القضاء عليك، وبرضو هتتاخد ايه؟ سيناء. فلا، نحافظ على الجيش بقى. فالقياده السياسيه اضطرت ان هي تنسحب الى غرب قناة السويس عشان تدافع عن قناة الايه؟ السويس، وتحاول تمنع انجلترا وفرنسا ان هم يدخلوا قناة السويس. فطبعا راحوا سايبين ايه؟ سيناء. فطبعا تقدم الجيش الاسرائيلي واحتل سيناء. وبالرغم من اللي انت شايفه ده، فشل العدوان الثلاثي على مصر. بالرغم من ان انت شايفه ده، فشل العدوان الثلاثي على مصر. ازاي يا مستر؟ لان الدنيا كلها وقفت معانا في العدوان ده. ركز معايا كده. خلاص يا حبيبي، خلاص يا بابا. تعالى كده نشوف اسباب فشل العدوان الثلاثي على مصر، لان الدول المعتديه هتسحب قوتها. ليه بقى؟ بسبب خمس اسباب عندي. اول حاجه ضغط، ضغط، تهديد، تنديد، بورسعيد. ما تتريقش عليا بقى وتفضل تقول اتنين ضغط واتنين بطن والكلام ده كله، انا بحاول اسهل لك الدنيا. بص معايا، ليه فشل العدوان الثلاثي؟ بسبب اتنين ضغط وتهديد وتنديد وبورسعيد. ضغط مين؟ ضغط الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على انجلترا وفرنسا، قالت لهم تعملوا مؤامرة من غيري، عيب يا دي انت، هو اصحابك وقوكم من مصر. فالولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضغط على
طبعا انجلترا وفرنسا ان هم يسحبوا قواتهم من بقى من مصر. طيب ايه تاني؟ ضغط مين؟ ضغط العمال المتعطلين داخل انجلترا وفرنسا. كان في ثوره عمال متعطلين هناك داخل انجلترا وفرنسا مش لاقيين شغل، كان في بطاله هناك، فبداوا يضغطوا على حكوماتهم هناك ان احنا مش لاقيين شغل وانتوا رايحين تعملوا اعتداء بره. فطبعا ده ضغط داخلي في قلب انجلترا وايه وفرنسا. طيب تهديد، تخيل مين بيهدد؟ الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي بيهدد ان لم تنسحب انجلترا وفرنسا انا هتدخل عسكريا، ودي مشكله كبيره لان الاتحاد السوفيتي في الفتره دي قوه نوويه، فلو دخل هينسف انجلترا وفرنسا. فاول ما الاتحاد السوفيتي هدد الدول المعتديه بالعدوان ان هم يسحبوا قواتهم الدنيا اتقلبت. طيب تنديد، مين بيندد بالعدوان؟ بيندد بالعدوان الامم الايه المتحده اللي بتحفظ السلام في العالم. تدخلت الامم المتحده وبدات تندد بالعدوان وتطلب من الدول المعتديه اسحبوا قواتكم من مصر، عيب اللي انتوا بتعملوه ده. ما نقدرش برضو ننسى شعب بور ايه سعيد. شعب بورسعيد ومقاومة بورسعيد بالاشتراك مع رجال الجيش اللي انسحب من سيناء وبدأ يركز مع بورسعيد عشان نمنع انجلترا وفرنسا ان هم يدخلوا قناة الايه السويس. عشان كده فشل العدوان الثلاثي على مصر، وفعلا اضطرت الدول المعتدية الثلاثة ان هم ينسحبوا قواتهم من مصر لان مصر وافقت على قرار الامم المتحدة. الامم المتحدة قالت الدول المعتدية تنسحب وهيكون في قوات طوارئ دولية ما بين مصر وما بين إسرائيل، وخاصة في منطقة شرم الشيخ، فتمكنت إسرائيل من الملاحة في خليج الإيه؟ العقبة. من هنا تمكنت إسرائيل من الملاحة في خليج العقبة لأن الأمم المتحدة قالت حرية الملاحة في الممرات الدولية، فهنا إسرائيل بدأت تدخل البحر الإيه؟ الأحمر عادي. ده العدوان الثلاثي إيه؟ على مصر. خلي بالك بقى كده هتبدأ الأمور تهدى شوية ونشوف عدوان جديد على البلاد العربية 5 يونيو 1967. إسرائيل هتهجم على 3 دول عربية مرة واحدة. طب ليه؟ تعالى كده نشوف مع بعض، ركز معايا كده. إيه الأسباب؟ إيه اللي هيخلي إسرائيل تهجم على 3 دول عربية مرة واحدة في سنة 67 المعروفة بالنكسة الوكسة؟ ليه إسرائيل هتهجم على الدول العربية؟ لأن إسرائيل عندها مخطط توسعي بتعبر عنه. إسرائيل عندها مخطط توسعي عايزة تتوسع. منين؟ قالك من النيل عندنا في مصر للفرات في العراق. يعني إيه؟ يعني إسرائيل عايزة تعمل دولة يهودية بتضم كل الدول العربية دي من النيل للفرات. يعني دولة يهودية بتضم 6 دول عربية. طب إسرائيل لوحدها تقدر تعمل ده كله؟ أكيد لا. فأكيد حد هيساعد إسرائيل. مين هيساعد؟ هنا أمريكا. أمريكا هي اللي هتساعد إسرائيل. هتساعدها ليه؟ المصلحة. أمريكا يا سيدي كان عايزة تساعد إسرائيل عشان الثلاث حاجات دول. أول حاجة أمريكا أنت عارف إن في ما بينها وما بين الاتحاد السوفيتي حرب باردة، فأمريكا كانت عايزة تضرب الشيوعية في المنطقة العربية. أي حد شيوعي في المنطقة العربية عايزة تضربه، فمن مصلحتها أن هي تزرع اليهود في المنطقة العربية عشان تضرب عن طريقهم الشيوعية في المنطقة الإيه؟ العربية. أي حد تابع للاتحاد السوفيتي. تاني حاجة أمريكا قالت أنا ما أجي طبعا الشرق أو أجي المنطقة العربية أنا كده هحاصر الاتحاد السوفيتي من ناحية الإيه؟ الجنوب. أما أزرع اليهود في المنطقة العربية أنا كده هبقى محاصر الاتحاد السوفيتي من ناحية الإيه؟ الجنوب. طيب قلت لك أمريكا برضو محتاجة الإيه؟ البترول. يبقى أمريكا قالت لك ضمان احتكار ثروات المنطقة وخاصة من البترول. عشان كده أمريكا هتساعد إسرائيل للثلاث أسباب دول: ضرب الشيوعية في المنطقة العربية عشان تحاصر الاتحاد السوفيتي من الجنوب، وكمان عايزة تاخد الإيه؟ البترول. طيب هنا إسرائيل هتعتدي على البلاد العربية إزاي؟ ما الدنيا هتتقلب زي ما حصل في العدوان الثلاثي كده، لازم يكون في ايه؟ في حجة. طب تعالى كده نشوف اسرائيل هتعمل ايه. اسرائيل قالت مصر وسوريا حبايب صح؟ فانا لو هددت سوريا مصر هتقف معاها، ومصر هتتهور وتقفل مثلا خليج العقبة، والأمم المتحدة قالت حرية الملاحة في الممرات الايه؟ الدولية، فاقول ان مصر غلطت فهجم على البلاد الايه؟ العربية. ركز بقى معايا كده، اسرائيل عملت ايه؟ اسرائيل هددت سوريا تهديد مسلح، حطت الجيش بتاعها الاسرائيلي على الحدود ما بينها وما بين سوريا، اللي هو خلي بالك يا سوريا انت هتضرب دلوقتي. فسوريا طبعا اتصلت بمين؟ بمصر، الحق ده اسرائيل هتضرب.
فهنا مصر اعلنت وقوفها بجانب ايه؟ سوريا. طب مصر ليه وقفت بجانب سوريا؟ لان قلت لك احنا عاملين مع بعض معاهده دفاع مشترك، اللي يجي على سوريا يبقى جه علينا والعكس. فمصر اعلنت وقوفها بجانب سوريا، ومصر راحت قافله خليج العقبه في وجه الملاحه الايه الاسرائيليه. قفلنا خليج العقبه في وجه الملاحه الاسرائيليه وقلنا هنعمل حصار اقتصادي على اسرائيل. فإن إسرائيل في صباح 5 يونيو 67 هجمت على 3 دول عربية مرة واحدة. طب تعالى كده نشوف مع بعض إزاي إسرائيل هتهجم على 3 دول عربية مرة واحدة. مين بيساعدها؟ لسه قايلك من شوية أمريكا. أمريكا إدت لإسرائيل كل اللي هي محتاجاه، إدتها مئات الطيارين والقادة العسكريين وأجهزة تجسس علمية، صورت ليها المواقع المصرية، يعني الجيش المصري واقف فين بالظبط، وابطلت مفعول الدفاع الجوي المصري. مش بس كده، ده نقلت تعليمات القياده السياسيه عندنا في مصر لاسرائيل. فاسرائيل لما جت ضربتنا في 67 كانت عارفه احنا بنقول ايه، كانت عارفه احنا واقفين فين بالظبط، فطلعت ضربتنا في الاماكن اللي احنا واقفين فيها بالظبط. فتعالى كده نشوف العدوان كان امتى مستر. 5 يونيو 5 شهر 6 1967. تعالى كده نشوف العدوان على الايه، على الجبهه المصريه. اسرائيل هجمت على الجبهه المصريه، عملت ايه؟ طلعت بالطائرات بتاعتها، طائرات الفانتوم، طائرات بتسبق الصوت. طلعت اسرائيل وهجمت على المطارات المصريه، فانزلت ضربه ساحقه بالسلاح الجوي المصري، يعني دمرت السلاح الجوي الايه؟ المصري، واحنا على الارض. والله طب اسالنا، طيب استنى افتح المطوه، طيب اديني فرصه، مفيش، ما لحقناش. عشان كده بنسميها ايه؟ نكسه. احنا اصلا ما حاربناش، ما لحقناش نحارب، مفاجاه. فهنا بنشوف ان على الجبهه المصريه اسرائيل دمرت السلاح الجوي المصري. مش بس كده، اسرائيل خدت شبه جزيره سيناء بالكامل ووقفت على الضفه الشرقيه لقناه السويس. اسرائيل برضو بنلاقي ان هي طبعا دمرت معظم الجيش بتاعنا، فخسرت مصر الجانب الاكبر لقواتها المسلحة. فنقدر نقول ان مصر خسرت السلاح الجوي المصري، خسرت شبه جزيرة سيناء بالكامل، خسرت الجانب الاكبر لقواتها المسلحة، معظم الجيش اتدمر والباقي انسحب. طيب ده على الجبهة المصرية. طبعا الجبهة السورية، انت قلت لي اسرائيل هجمت على مصر وعلى سوريا وكمان على بقية فلسطين والاردن. فعلى الجبهة السورية بنلاقي ان اسرائيل احتلت هضبة الجولان، احتلت هضبة الايه؟ الجولان من سوريا. مش بس كده، اسرائيل كمان خدت بقية فلسطين، فاستولت على القدس وعلى الضفة الغربية لنهر الاردن، يعني نقدر نقول ضاعت كل فلسطين. يعني النتيجة النهائية للعدوان، اسرائيل ما اكتفتش ان هي خدت اراضي فلسطين كلها، ده كمان خدت اراضي عربية مصرية وسورية واردنية. طب هنا البلاد العربية هتعمل ايه؟ تعالى كده نشوف مع بعض البلاد العربية هتعمل ايه. البلاد العربية قالوا كده ان اسرائيل ما بقتش تهدد فلسطين وحدها، ده بدأت تهدد العرب جميعا زي ما انت شايف كده. فهنا البلاد العربية قالوا كل واحدة بقى تقف لوحدها تواجه اسرائيل، ولا كلنا نقف مع بعض؟ كلنا نقف مع بعض. فهنا بنشوف ان العرب عملوا مؤتمر قمة في الخرطوم اغسطس 1967، واتفقوا، قالوا ان اسرائيل دلوقتي بتهددنا كلنا، فهنقف كلنا مع بعض. قالوا ضروري التكاتف العرب، نقف مع بعض ايد واحدة لصد العدوان الاسرائيلي. ازاي هنعمل كده؟ ان الدول الغنية، الدول اللي معاها فلوس، تدعم الدول المواجهة اللي هي اتعرضت للعدوان والمفروض هتحارب، اللي هي مصر وسوريا والاردن. ندعمها بايه؟ بكل ما تحتاجه من اموال لو معاها، سلاح لو معاك، تمام؟ يبقى الدول الغنية هتدعم الدول المواجهة طبعا بالمال، لان الدول دي المفروض هتحارب، ولسه العرب بيتفقوا هنعمل ايه وهنحارب ولا هنعمل ايه. بنلاقي ان تدخل مجلس الامن التابع للامم المتحدة. تعالى كده نشوف مجلس الامن عمل ايه. تعالى كده نشوف مع بعض، قلت لك تدخل مجلس الامن واصدر قرار 242 عشان يحل المشكلة ما بين العرب وما بين اسرائيل بالطرق السلمية، يلا نوقف الحرب. طيب تعالى كده نشوف مجلس الامن بيقول ايه. قال لك اول حاجة انسحاب اسرائيل، طب كويس، منين؟ من اراضي عربية، من اراضي عربية. طب ما كده مش هتنسحب من كل الاراضي الايه؟ العربية،
لان هنا انت ما حددتيش، انت قلت انسحاب اسرائيل من اراضي عربية. اما المفروض كنت تقولي ايه؟ انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية اللي احتلتها في 67. اما تقولي لي هنا انسحاب اسرائيل من اراضي عربية، يبقى معنى كده ان اسرائيل مش هتنسحب من كل الاراضي الايه؟ العربية. طيب تاني حاجة، انهاء حالة الحرب ما بين العرب وما بين ايه؟ اسرائيل. وقفوا الحرب. اما هنحل المشاكل ازاي؟ بالطرق السلمية. هديكوا كل هديكوا حقكم ما تقلقوش. طيب تالت حاجة، احترام. احترام ايه؟ احترام السيادة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة، ان هي من حقها تعيش في حدود امنة ومعترف بيها دوليا. طيب اربعة، حرية الملاحة في الممرات الايه؟ الدولية. يعني مصر ما تقفلش خليج العقبة تاني، لان زي ما قلت لك ده كان سبب مباشر للعدوان الاسرائيلي سنة 67. طيب خمسة، يا مستر ده في اكتر من مليون فلسطيني او حوالي مليون فلسطيني هربوا من فلسطين ضعفا امام اليهود في حرب فلسطين 48. طب دول احنا ما حلناش مشكلتهم، فهنا مجلس الامن اتكلم عنهم اهو، قال لك تسوية مشكلة اللاجئين. تسوية مشكلة اللاجئين يعني هنحل مشكلة المليون فلسطيني اللي هربوا من فلسطين، هنرجعهم وطنهم تاني. طب كويس. طيب ستة، ركز معايا كده، ستة، ان احنا هنعمل مناطق منزوعة الايه؟ السلاح. انشاء مناطق منزوعة السلاح على الحدود ما بين العرب وما بين اسرائيل. طيب سبعة مستر، ان السكرتير العام التابع للامم المتحدة هيعين ممثل خاص، شخص كده هيجي من عند الامم المتحدة، الرجل ده هيبتدي يجري اتصالات مع الدول المعنية اللي هو الدول اللي بتحارب اللي هو العرب واسرائيل، هتتكلم معهم عشان تحل المشكلة بشكل سلمي من غير حرب. القرار كويس؟ كويس. طيب ايه موقف مصر من القرار؟ ركز معايا كده، موقف مصر من القرار، مصر وافقت على القرار. طب ايه موقف اسرائيل؟ رفضت القرار. اسرائيل رفضت قرار مجلس الامن 242 وقالت انا مش هنسحب من اي اراضي انا خدتها في 67. مش بس كده، ده بدأت في اقامة المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة، يعني بدأت تزرع يهود ومستوطنات في الاماكن اللي احتلتها، زي مثلا محاولة تهويد الضفة الغربية لنهر الاردن بدأت تسكن فيها الايه؟ اليهود. طب هنا مصر هتعمل ايه؟ تعالى كده نشوف الاهداف التي وضعتها مصر لتجاوز النكسة اللي حصلت دي. مصر هتعمل ايه بعد النكسة؟ مصر قالت انا لازم ارجع كل حاجة زي ما كانت. ازاي؟ اعادة 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 ايه؟ اعادة بناء القوات المسلحة المصرية على اسس علمية غير القديمة اللي باظت، واعادة ايه؟ اعادة الثقة في الجنود في انفسهم وفي قادتهم التي فقدوها. الجندي فقد الثقة في القائد بتاعه لان القائد بتاعه قال انسحب، والشعب فقد الثقة اصلا في الجيش. حتى لو انت اتفرجت على فيلم ممر كده كان بيحاول يظهر لك بعض اللي حصل فيه طبعا بعد العدوان الاسرائيلي 67، ان زي ما شفنا كده ان الشعب كان فقد الثقة في الجيش، زي ما شفنا المشهد بتاع احمد عز كده اما راح عشان يتكلم في التليفون وقال له اعمل لك ايه يعني الخطوط عندنا تعبانة، اصل الخطوط عندنا ايه؟ انسحبت. يعني بيتري عليه ان هم انسحبوا من سيناء. فحتى الجيش حتى الشعب كان فقد الثقة في الجيش، وكمان الجيش فقد الثقة في نفسه. فاحنا لازم نرجع الثقة تاني في الجنود في انفسهم وفي قادتهم. واعادة كمان، اعادة ايه؟ اعادة تدريب القوات وتنظيم الوحدات. فبدأنا في مرحلة من مرحلة الصمود وهي حرب الاستنزاف. تعالى كده بقى نشوف حرب الاستنزاف. الناس اللي اتفرجت على فيلم الممر ده يا حبيبي مش حرب اكتوبر 73، ما يضحكش عليك. امال ده كان ايه؟ ده كان عملية من عمليات حرب الاستنزاف. ايه بقى مستر حرب الاستنزاف دي؟ حرب الاستنزاف ده تعبير اطلقه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على العمليات العسكرية اللي دارت ما بيننا القوات المصرية والعدو الاسرائيلي. حولنا فيها المعركة الى شرق القناة لمواقع العدو، وكبتنا العدو خسائر فادحة في التحصينات
والمعدات والأسلحة والأفراد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كنا بنعمل عمليات عسكرية في الديرة كده عشان ننهك ونضعف ونستنزف موارد العدو. كنا ننزل بالليل كده قناة السويس، نعدي الناحية التانية لشرق القناة، نهجم على كتيبة من الكتائب الإسرائيلية، نموت الناس اللي فيها، ناخد السلاح اللي موجود وندمرها ونرجع تاني. فاحنا كده بنعمل ايه؟ عمليات عسكرية بنحاول نضعف فيها العدو. طب استمرت الحرب الاستنزاف كام سنة؟ 3 سنوات. من أشهر شهداء حرب الاستنزاف كان الشهيد الفريق محمد عبد المنعم رياض. طيب ده بالنسبة لحرب الاستنزاف. بعدها تحركت مصر في اتجاهين. تعال بقى نشوف كده. اتحركت مصر في اتجاهين على الصعيد الدولي، اتجاه دبلوماسي. اتجاه دبلوماسي يعني يا مستر، يعني بنحاول نقنع دول العالم، يا جماعة احنا لينا حق في تحرير أراضينا المختصرة، يا جماعة الشعب الفلسطيني له حق في حل مشكلته وتقرير مصيره. احنا كده بنعمل ايه؟ بنتخلق ولا بنتكلم بس؟ بنتكلم. احنا كده بنتكلم ده بشكل ايه؟ سياسي دبلوماسي. بنحاول نقنع دول العالم عن طريق الأمم المتحدة، يا جماعة احنا لينا حق في تحرير أراضينا والشعب الفلسطيني له حق في حل مشكلته وتقرير مصيره. احنا من ناحية دي بنتكلم. طب الكلام يا مستر لو ما جابش نتيجة مفيش مشكلة، احنا كده كده بنلعب حديد من جوه. ازاي يعني؟ اعداد الدولة للايه؟ الحرب. اعداد الدولة للحرب. كده كده احنا بنجهز نفسنا للحرب. فبدأنا في دعم القوات المسلحة المصرية بكل ما تحتاجه من مال وسلاح ومعدات وقوة بشرية. مات الرئيس جمال عبد الناصر وجي بعده الرئيس محمد انور السادات سنة 70. وطبعا الرئيس محمد انور السادات اصدر الدستور الدائم سنة 71 وبدأ يوحد الجبهة الداخلية، وبدأ في تنقية الاجواء العربية من الخلافات وعدم الثقة، وبدأ يخلي الدول العربية حبوا بعض. يا حبيبي ليه؟ احنا عندنا عدوان دلوقتي، العدوان الاسرائيلي عايزين نتخلص منه. طيب فمحمد انور السادات بدا ينقي الاجواء العربيه من الخلافات وعدم الثقه عشان ياخد موارد العرب نستخدمها في الحرب. وعمل خطه عسكريه اتحاديه، خطه عسكريه مشتركه ما بين مصر وسوريا، تولاها المشير المصري المشير احمد اسماعيل علي. فهنبدا في حرب اكتوبر 73. خد بريك 5 دقايق وتعالى ناخد حرب اكتوبر 73. خلصت يا سيد بريك، تعال بقى نشوف مع بعض حرب اكتوبر 73 اعادة الكرامة. تعال كده نشوف مع بعض حرب اكتوبر ما بين مين ومين. مصر ومعها سوريا وبيساندهم العرب. ضد مين؟ ضد اسرائيل، بتساندها الولايات المتحدة الامريكية. طب تعال كده نشوف مع بعض اسباب حرب اكتوبر 73. ايه اللي هيخلي مصر تدخل في الحرب دي؟ لانه قلت لك احنا كنا بنحاول نقنع دول العالم ان احنا لينا حق والشعب الفلسطيني له حق، صح؟ ولكن الكلام ما جابش نتيجه. ليه؟ اسرائيل بتهند وقالت مش هنسحب من الاراضي اللي انا خدتها. يبقى فشل. فشل ايه بالظبط؟ فشل كل الجهود الدبلوماسيه للتوصل لحل سلمي عن طريق الامم المتحده. ليه؟ لتعنت اسرائيل. اسرائيل بتهند وقالت انا مش هنسحب من الاراضي اللي انا خدتها في 67. طب خلاص طالما مش هتنسحبي احنا هناخدها بايه بقى؟ هناخدها بالغصب. ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالايه؟ بالقوه. فهنا مصر كان عندها رغبه في ان هي تدخل حرب بخبره وعقول ابنائها المصريين لاعاده الاراضي المغتصبه. فتعالى كده نشوف مع بعض حرب اكتوبر 73. تعالى كده نشوف التخطيط للحرب. مين اللي خطط للحرب وازاي خططنا للحرب؟ انا عندي فيه شخصيات مهمة جدا، ابطال من حرب اكتوبر 73. الناس دي تعبت للحرب. عندي 3 شخصيات، وهو المشير احمد اسماعيل علي، والفريق سعد الدين الشاذلي، والمشير محمد عبد الغني الجمصي. فتعالى كده نشوف كل شخصية، نعرف كان وظيفته ايه ودوره ايه في الحرب. المشير احمد اسماعيل علي، انا لسه قايل لك ان احنا عملنا خطة اتحادية، خطة عسكرية مشتركة ما بين مصر وسوريا. مين اللي تولاها؟ المشير احمد اسماعيل علي. طيب تعالى كده نشوف الاول كانت وظيفته ايه. المشير احمد اسماعيل علي كانت وظيفته ان هو كان ماسك مدير سلاح المخابرات العامة سنة ايه؟ سنة 71.
بعد كده في حرب اكتوبر 73 تولى منصب وزارة الحربية وقائد القوات المسلحة، يعني بقى قائد الجيش، وهو اللي كان قائد طبعا الخطة الاتحادية بين مصر وسوريا. طيب دوره ايه بقى في الحرب؟ عمل ايه في الحرب؟ قبل ما اقولك دوره، الرجل ده حصل على نجمة سينا، ودي اعلى الاوسمة العسكرية. فخلي بالك بقى، عشان المشير احمد اسماعيل علي كان داهية حروب، ذكي جدا. المشير احمد اسماعيل علي هو اللي قدر يخدع اسرائيل، قدر يخدع اسرائيل خداع استراتيجي. ازاي يا مستر؟ اقول لك انا. اسرائيل بعد ما هزمتنا في 67 قالت ان مصر علشان تفكر تحارب قدامها بتاع 30-40 سنة، مصر عمل ما تبني الجيش بتاعها تاني لسه قدامها وقت طويل. فالمشير احمد اسماعيل علي كان بيحاول يثبت وجهة النظر دي لاسرائيل، كان بيحاول فعلا يبين لها ان احنا مش هنحارب، احنا شعب على الله حكايته اصلا. فكان بيعمل ايه المشير احمد اسماعيل علي؟ كان بينزل عساكر اجازات، فكل شوية طبعا هم على الجبهة الناحية التانية، احنا على غرب قناة السويس وهم على الشرق قناة السويس، هم شايفيننا واحنا شايفينهم. كان ايه اللي بيحصل؟ كان كل شوية يلاقوا العساكر بتنزل اجازات. ده مين اللي بيعمل كده؟ المشير احمد اسماعيل علي، اللي احنا مش هنحارب اصلا يا جماعة. فكان بينزلهم اجازات. مش بس كده، كان بيطلع مجموعة من الضباط الى رحلة للحج، كان بيودهم حج. طب ده شعب هيحارب؟ فكان بيحاول يبين قدام اسرائيل ان احنا اصلا من مش هنحارب. فهنا مين اللي قدر يخدع اسرائيل؟ المشير احمد اسماعيل علي هو اللي قدر يصرف انظار اسرائيل عن التحضيرات الهجومية للهجوم المصري السوري على اسرائيل، لدرجة ان الخبراء في اسرائيل اطلقوا اللي حصل ده في اسرائيل، قالوا ان زلزال في اسرائيل. ايه الحيالة؟ في زلزال. معنى الكلام ايه؟ انهم اتفاجئوا ولا ما اتفاجئوش؟ اتفاجئوا من الهجوم المصري السوري، كل ده بفضل المشير احمد اسماعيل علي اللي قدر يخدع اسرائيل. تاني شخصية عندي الفريق سعد الدين الشاذلي، وده اخويا بقى، اخويا اللي ما جابتش امي. ليه؟ لان المشير احمد اسماعيل علي ده الرأس المدبر للهجوم المصري الناجح على قناة السويس وتحطيم خط بارليف. ده اللي حط لك خطة العبور اصلا، اللي عبرنا بها قناة السويس وحطمنا بها خط بارليف، كانت خطة اسمها خطة المآذن العالية. مش بس كده، ما تنساش ان الفريق سعد الدين الشاذلي اتكرم من قريب في 2012 بمنح اسمه قلادة النيل العظمى. طيب ده الفريق سعد الدين الشاذلي هو اللي حط لك خطة العبور. يبقى المشير احمد اسماعيل علي خطة خداع، ان الفريق سعد الدين الشاذلي خطة العبور. اخر شخصية عندي وهو المشير محمد عبد الغني الجمصي. الراجل ده هو اللي حط لك الوقت المناسب للعملية الهجومية، الوقت المناسب اللي هنضرب فيه، وحط طبعا الوقت المناسب قدام الرئيس المصري السادات والرئيس السوري حافظ الاسد. كان امتى؟ يوم السبت 6 اكتوبر 10 رمضان الساعة 2 الظهر واحنا صايمين، لان اسرائيل ما تتوقعش ابدا ان احنا نضربها في الوقت ده. تضربها وانت صايم والساعة 2 الظهر في عز الحر ويوم عيد الغفران عند اسرائيل اللي هم بيحاربوش فيه. طيب فده بنشوف ان المشير محمد عبد الغني الجمصي هو اللي حط لك الوقت المناسب للحرب. طيب وكمان عمل دراسة عن الموقف العسكري للعدو الإسرائيلي والموقف العسكري للقوات المصرية والسورية عشان يعرف نقاط الضعف ونقاط القوة، وسميت طبعا الدراسة بتاعته باسم كشكول الجمصي. تعال بقى نشوف الدروس المستفادة من حرب اكتوبر 1973، واكتب جنبها كده سؤال في الامتحان، لازم يجيلك سؤال في الامتحان في الدروس المستفادة من حرب اكتوبر. تعال كده نشوف اول درس مستفاد، اهمية عنصر المفاجأة. أهمية عنصر إيه يا شباب؟ المفاجأة. إحنا فاجئنا إسرائيل مفاجئتين، مفاجأة على المستوى الاستراتيجي ومفاجأة على المستوى التكتيكي. يعني إيه؟ إسرائيل يا سيدي كانت بتقول أنا عندي جهاز مخابرات، الموساد يعرف دبة النملة في الشرق الأوسط، أنا عارفة الحكام العرب بياكلوا إيه ويشربوا إيه، أنا عارفة إن مستر إبراهيم بحيري بيسجل حصة دلوقتي، أنا عارفة كل حاجة. طب يا ستي انت عارفة كل حاجة، معرفتيش ان انت هتضربي يوم السبت 6 اكتوبر 10 رمضان الساعة 2 الظهر، معرفتيش صح؟ هي نفسها اللي قالت اللي حصل ده زلزال فين؟ في اسرائيل. يبقى احنا كده فاجئناها على المستوى الايه يا شباب؟ الاستراتيجي، ازاي ان احنا افقدنا العدو الاسرائيلي الثقة في جيشه وجهاز مخابراته اللي كان بيدعي ان هم اقدر جهاز مخابرات في العالم، خبرة بشؤون الشرق الاوسط، قالوا احنا عارفين كل حاجة.
طب ما ضربناهم وما عرفوش كده افقدناهم الثقه في جيشهم وفي جهاز مخابراتهم اللي كانوا بيدعوا ان هو اقدر جهاز مخابرات في العالم خبره بشؤون الشرق الاوسط. طيب فاجئناهم برضو على المستوى الايه يا سيدي، على المستوى التكتيكي. ازاي احنا لما هاجمنا مصر بس اللي هاجمت ولا مصر وسوريا؟ مصر وسوريا. فالنتيجه افقدنا العدو الاسرائيلي توازنه، مش عارف يواجه هنا في سيناء ولا يواجه هناك في سوريا، فاجبرنا اسرائيل ان هي تنسحب قدامنا من المواقع الاماميه. ده على المستوى الايه التكتيكي، هاجمنا من ناحيتين. طيب تعال نشوف كده تاني درس مستفاد عندي، تقويض اسس العقيده القتاليه للقوات الإسرائيلية. إزاي بقى إحنا قضينا على العقيدة القتالية للقوات الإسرائيلية؟ أفقدنا إسرائيل أهم حاجة بتتميز بيها، أفقدناها خفة الحركة، أفقدناها القدرة على المناورة في المعركة، أفقدناها السيادة الجوية على أرض المعركة. خفة الحركة، إسرائيل كانت بتقول أنا بحارب حرب غير تقليدية، أنا دلوقتي المفروض كنت بحارب العرب بدبابة، المفروض يقابلني بإيه؟ بدبابة. قالت لا، ده أنا بلاقي جندي واحد جاي يدمر لي دبابة. فكان الجند المصري بيرفع الأربجية على كتفه ويضرب الدانة في قلب، طبعا الدانة اللي هي يعني الطلقة، الدانة في قلب الجنزير بتاع الدبابة فيطلع الدبابة بره الخدمة شكرا. كان جندي مصري يروح مفجر نفسه بقلب دبابة بحزام ناسف. وبالتالي هنا اسرائيل احنا مش قادرة تتحرك قدامنا، لان كنا احنا قضينا على خفة الحركة بتاعت ايه اسرائيل عن طريق طبعا الاسلحة اللي انا كلمتك عليها، سلاح الاربجي والكلام ده كله. فقضينا على خفة الحركة والقدرة على المناورة وكمان تحقيق السيادة الجوية على ارض المعركة. هتقول لي ازاي ده هم عندهم طائرات الفانتوم، طائرات بتسبق الصوت، فهم اللي مفروض يضربونا مش احنا. هقول لك احنا كمان ما عندناش طائرات زي الطائرات اللي عندهم، هم معاهم طائرات الفانتوم احسن من الطائرات اللي عندنا واغلى بكتير، واخدينها من امريكا. طب ازاي احنا اللي سيطرنا على الجو مش هم؟ اقول لك انا، احنا مش قادرين نشتري طياره زيهم، بس كان عندنا صواريخ مضاده للطائرات واخدينها من الاتحاد السوفيتي. الصواريخ دي مدى الصاروخ 15 كيلو. يعني حضرتك اسرائيل جت تطلع عشان تضرب القوات المصريه اللي عبرت قناه السويس وحطمت خط بارليف، ما عرفتش، جت تقرب بس 15 كيلو من القناة لقت نفسها بتتضرب، الصواريخ بتجيبها، لان مدى الصاروخ 15 كيلو. فهنا الطيران الاسرائيلي وقف عاجز امام الصواريخ المصرية. فده برضو ثالث درس مستفاد، خلي بالك، نجاح الدفاع الجوي المصري في التصدي للطيران الاسرائيلي. ازاي يا مستر؟ انا قلت لك اما احنا عبرنا ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي اللي حصل ايه، ركز معايا كده. كله كان بيقول، يعني الدول كمان الغربية كلها كانت بتقول اسرائيل هي اللي تكسب الحرب. ازاي يا عم اسرائيل اللي تكسب الحرب؟ قالك اسرائيل عندها طائرات الفانتوم، طائرات سريعة جدا، وبالتالي انت عبرت قناة السويس ماشي، وحطمت خط بارليف ماشي، طب فضلت ماشي هنا، اسرائيل هتطلع بالطيران بتاعها تدك كل القوات اللي هي عبرت بسهولة. ولكن ما قدروش يعملوا كده. ليه؟ احنا كان عندنا صواريخ مضادة للطائرات حاطينها كده غرب قناة السويس، مدى الصاروخ 15 كيلو. يعني اسرائيل لو جت تقرب 15 كيلو من قناة السويس هتتضرب، وفعلا كان الطيران الاسرائيلي كان بيتضرب، مش قادر يضرب القوات اللي عبرت. فكده ده درس مستفاد لمين يا مستر؟ لمصر ولا العرب ولا للعالم؟ للعالم. هنا الأنظمة العسكرية الغربية قالت إيه ده؟ ده الصواريخ المضادة للطائرات بقت مهمة جدا، ده تقدر تتصدي للطيران اللي زي طائرات الفانتوم. فكل الدول الغربية بدأت تهتم بالصواريخ المضادة للطائرات. طيب رابع درس مستفاد، فشل الموانع الطبيعية والصناعية والدفاعات الحصينة أمام الجيوش الحديثة. تعال بص معايا كده، قناة السويس ده خط دفاع ايه؟ طبيعي. خط بارليف ده خط دفاع ايه؟ صناعي اللي عاملاه اسرائيل. هل قناة السويس قدرت تمنعنا من العبور؟ لا، عبرنا. هل خط بارليف قدر يمنعنا ان احنا نعدي؟ والله عدينا وحطمنا خط بارليف. يبقى بالتالي فشلت الموانع الطبيعية والصناعية زي خط بارليف امام الجيوش الحديثة، لان كان معانا اسلحة حديثة متطورة، ده غير ان كان عندنا ارادة وتصميم على القتال. فاكيد مفيش حاجة هتقف قدامنا، ولا موانع طبيعية ولا صناعية زي ما حصل في الحرب كده. طيب خامس درس مستفاد، ركز معايا كده، حرب اكتوبر قلبت موازين
القوة في الشرق الأوسط رأسا على عقب. إزاي؟ هقول لك أنا. إسرائيل بعد حرب 67 كانت بتركز على نغمة عمالة ترددها، بتقول لك إيه؟ بتقول لك إن الجندي الإسرائيلي عنده تفوق نوعي. يعني إيه؟ يعني بيقدر يستخدم الأسلحة الحديثة المتطورة بما فيها الأسلحة الإلكترونية. يعني الجندي الإسرائيلي بمئات 100 جندي عربي، الجندي الإسرائيلي ممكن يدمر جيش. ليه؟ بيعرف يستخدم أسلحة حديثة ومتطورة. اما العرب انتوا عندكم تفوق، بس تفوق عددي، يعني انتوا كتير بس كتير على الفاضي. هل ليها لازمه ان انت تبقى كتير على الفاضي ما بتعرفش تستخدم اسلحه حديثه؟ فهنا بنشوف ان اسرائيل جت دايما بتركز على النغمه دي، تقول لك الجيش الاسرائيلي الاسطوره التي لا تقهر، بيقدر يستخدم الاسلحه الحديثه، عنده تفوق نوعي. طب اما جت حرب اكتوبر 73 اظهرت مدى كفاءه المقاتل العربي، قدرنا نستخدم الاسلحه الحديثه المتطورة بما فيها الأسلحة المعقدة والأسلحة الإلكترونية، وبالتالي بقى عندنا تفوق إيه برضو؟ نوعي. ده غير إن كان عندنا تفوق عددي، يعني إحنا بقى عددنا كتير وكمان بنعرف نستخدم الأسلحة الحديثة، فأي صراع جديد في المنطقة هيبقى لصالح مين؟ أكيد لصالح الإيه؟ العرب، لأن إحنا عندنا كم تفوق؟ 2 تفوق، هم عندهم بس تفوق إيه؟ نوعي. تمام كده؟ يبقى قلبنا موازين القوة في الشرق الأوسط رأسا على إيه؟ على عقب. التفوق بقى لينا إحنا. ركز بقى معايا كده. خامس درس مستفاد عندي، خامس درس مستفاد، هنقول أهمية مبدأ الحشد. أهمية مبدأ اللي هي يا شباب الحشد. احنا لما جينا هجمنا يا شباب، هجمنا بكم طيارة؟ ب220 طيارة. بكم طيارة؟ ب220 طيارة مرة واحدة. طب النتيجة، انت كده حشدت الطيران كله، فأفقدت العدو الإسرائيلي توازنه منذ اللحظة الأولى من القتال. إسرائيل فرهدت مننا في الأول. طيب المفروض ان انت رحت هجمت وخلصت الذخيرة بتاعتك، تروح بقى ترجع تاني تشيل سلاح وذخيرة تاني عشان تروح تكمل الحرب. طلع ما عندناش. ازاي؟ فده درس مستفاد للدول النامية. قالك على الدول النامية التي ليس لديها قاعدة صناعية حربية، لابد ان يكون لديها مخزون كافي من السلاح حتى لا تتحكم الدول الكبرى في قرار مواصلة الايه؟ القتال. يعني احنا ما كانش عندنا مخزون كافي من السلاح يخلينا نكمل الحرب، فده درس مستفاد للدول النامية. ده عكس ايام مين؟ محمد علي اللي كان عنده مخزون كافي من السلاح. طيب تعالى كده نكمل. ستة، سادس درس مستفاد، ركز معايا كده. حرب اكتوبر نهت حالة اللا سلم واللا حرب. هو احنا كنا بنحارب قبل حرب اكتوبر؟ لا يا مستر، ما كان في حرب استنزاف، ما هي مش حرب شامل، دي عمليات عسكرية. طب هل احنا كنا في حالة سلم؟ لا برضو، يبقى كان في توتر في الوضع، ولا في حرب ولا في سلم. طب اما جت حرب اكتوبر نهت بقى حالة اللا سلم واللا حرب الموجودة دي بهدف اقرار سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الاوسط. طيب بعد كده، بعد كده الدروس المستفادة، اهمية التضامن الايه؟ العربي. اهمية التضامن الايه؟ العربي. وده بيفكرنا بالتضامن العربي معانا ايام مقاومة اهالي الايه؟ الصعيد، فاكر؟ اما جاء قوة من شبه الجزيرة الايه؟ العربي. فخلي بالك في تضامن عربي هنا. 9 دول عربية قدموا الدعم المصري بنسب متفاوتة. طب انا عايز اعرف اعرفهم كده واحفظهم كويس، ركز معايا. 5 دول في افريقيا و4 في اسيا. طب مين هم الخمسة اللي في افريقيا؟ بص تحت منك كده هتلاقي السودان، على يمينك بقى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، دول الخمس دول اللي في افريقيا. طب الاربعة اللي في اسيا، السعودية، الاردن، الكويت، وايه تاني؟ والعراق. دي الدول اللي قدمت الدعم لمصر. عندك طبعا في دول قدمت دعم مالي، في دول قدمت دعم ايه؟ عسكري. طبعا دعم مالي زي السعودية زي الكويت، الدول دي معها فلوس قدمت دعم ايه؟ مالي. جميل. طيب ده بالنسبة لأهمية التضامن الايه؟ العربي. ما تنساش برضو ان العربي قدروا ان هم يستخدموا البترول كسلاح فعال في حرب اكتوبر 73. ازاي؟ اقول لك انا. مش الدول الاوروبية محتاجة مننا البترول؟ اه. فهنا العرب عملوا ايه؟ العرب قالوا احنا نقلل صادراتنا للدول الغربية، ولا اقول لك نعمل حصر كامل على صادراتنا لامريكا، يعني ما نديش امريكا البترول ولا امريكا ولا الدول الغربية ولا اليابان، حتى تضغط الدول الغربية واليابان على امريكا عشان تستجيب للحق العربي. فاستخدمنا البترول كسلاح فعال في تحقيق الاهداف الايه؟ السياسية، عشان يستجيبوا للحق العربي. طيب ده بالنسبة الاقتصادي. طب بالنسبة السياسي، بص يا سيدي، البترول أثر في الدول الغربية إزاي؟ هنا أمريكا أما سمعت وعرفت أن مصر عبرت قناة السويس وحطمت خط بارليف، كانت عايزة تبعت دعم لإسرائيل،
فبدأت تبعت الطيران بتاعها. الطيران هيجي من أمريكا لحد فين؟ لحد إسرائيل عشان يساعدها في الحرب. طيب الطيران هيعرف يجي من أمريكا لحد إسرائيل؟ طبعا مسافة طويلة جدا، فإسرائيل محتاجة تعمل جسر جوي تنزل الطائرات بتاعتها في مطارات الدول الغربية وتمونها بالوقود عشان تقدر تعمل جسر جوي وتنقل إمدادات لإسرائيل. فطبعا أمريكا طلبت من الدول اللي هم أصحابها، الدول الغربية اللي عاملة مع بعض، اللي عاملين مع بعض حلف الناتو أو حلف شمال الأطلنطي أو الأطلسي، طلبت منهم قالت لهم أنا هنزل الطيارات بتاعتي عندكم عشان تمونها لي بالوقود عشان أعرف أعمل جسر جوي وساعد إسرائيل. هنا الدول الغربية، في دول بصت لأمريكا كده وقالت لها والله ما نقدرش، اعتذرت. ليه؟ قالت احنا ما عندناش امكانيات لكل الطائرات دي، والله الوقود اللي عندنا يا امريكا على قده وانت عارفة بقى. طيب بقيت الدول الغربية رفضت رفض تام صريح، قالت لامريكا لا مش هنمول لك طائراتك بالوقود. لا لا انت هتنفعينا اما العرب يقطعوا من عينا البترول. فهنا رفض العرب او رفض الدول الغربية ان هي تساعد امريكا عشان العرب ما يزعلوش ويقطعوا من عليهم الايه؟ البترول. يبقى كده البترول سلاح فعال في الحرب ولا؟ ايوه. طيب اخر حاجة، في بعض الدول الغربية كانت مؤمنة بعدلة قضية الايه؟ العرب، وقالت ان العرب عندهم حق في تحرير ارضهم فعلا. طيب بالنسبة على المستوى الافريقي، 22 دولة افريقية قطعوا علاقتهم باسرائيل. مش بس كده، كان في 8 قبل كده من عدوان الاسرائيلي 67 كانوا قاطعين علاقتهم باسرائيل. فكده المجموع كم دولة؟ 30 دولة قاطعين علاقتهم باسرائيل. 30 دولة افريقية قطعوا علاقتهم باسرائيل. ده نجاح لمين؟ نجاح للسياسة المصرية. إذا الايه؟ القارة الافريقية قدرنا نحط اسرائيل في عزلة ما بيننا، ولا بيع ولا شراء معاها ولا تعامل مع اسرائيل. فده نجاح للسياسة المصرية. طيب احنا كده شفنا الدروس المستفادة من حرب اكتوبر. بعد اذن حضرتك، ده سؤال في الامتحان لازم تتذاكر كويس جدا. تعال بقى نشوف تغير السياسة المصرية والاتجاه للحل السلمي. تعالى كده نشوف مع بعض تغير السياسة المصرية والاتجاه للحل السلمي. انا قلت لك كل اللي احنا خدناه في حرب اكتوبر 73 كان 15 كيلو بس، الباقي كله خدناه عن طريق الايه؟ السلام، لان زي ما قلت لك ما كناش قادرين نكمل الحرب اصلا، وحصلت تطورات كتير في الحرب، وحصلت ثغرة اسمها ثغرة الدفرسوار، وكمان يعني في تفاصيل كتير عندك. بس طبعا هي مش مكررة عليك، لو انت عايز تقرا عنها عندك مذكرات سعد الدين الشاذلي، وعندك تفاصيل كتير ممكن تقرا، وعندك صفحات كتير اتكلمت عن حرب اكتوبر. ممكن انا ابقى انزل لك يعني حرب اكتوبر بس بشكل منفصل عن المنهج عشان تعرف بقيه التطورات. بس اللي انا عايزك تعرفه المنهج، ان احنا كل اللي احنا خدناه كان 15 كيلو بس في حرب اكتوبر 73، اما الباقي خدناه عن طريق السلام. فهنا اتغيرت سياسه مصر والاتجاه للحل السلمي. هنا الرئيس محمد انور السادات اتخذ مبادره حضاريه للسلام. راح الرئيس محمد انور السادات سنة 77 راح الى اسرائيل، وخطب في الكنيسة الاسرائيلي هناك، وبدأ يدعو لإقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الاوسط. راح السادات لاسرائيل وقال لهم جئتكم على قدمين ثابتتين، يعني انا جاي وانا واقف على رجلي، وجاي فتح لكم ايدي بقول لكم تعالوا نعمل سلام في منطقة الشرق الاوسط. لو انتوا رفضتوا السلام هبانوا قدام دول العالم ان انتوا دولة معتدية بنت كده، ولو قبلتوا كده كده انا من حق سينا، فهاخد بقيت سينا عن طريق ايه؟ السلام. فهنا طبعا راح واتكلم وقال لك انا عايز اجنب الاجيال القادمة ويلات الحروب، وبدأ برضو يتكلم عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. فهنا الرئيس الامريكي جيمي كارتر قال خلاص ندعو السادات وندعو رئيس كمان وزراء اسرائيل مناحم بيجن ونعمل مؤتمر ونحل المشكلة. فعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر كامب ديفيد 1978. تعالى كده نشوف اتفقوا على ايه في المؤتمر ده. اتكلموا في ثلاث حاجات. اول حاجة الانسحاب الكامل من شبه جزيرة ايه؟ سيناء. اسرائيل تمشي من سيناء. تاني حاجة تطبيع العلاقات ما بين مصر وما بين ايه؟ اسرائيل، يعني اقامة علاقات طبيعية سياسية وثقافية واجتماعية. اخر حاجة بنلاقي اتكلمنا عن شعب ايه؟ فلسطيني. يبقى تحقيق الحقوق الشرعية لشعب ايه؟ فلسطين، عن طريق اشراك الاردن وزعماء فلسطين، ان احنا عايزين نعمل حكم ذاتي لشعب فلسطين في الضفة الغربية لنهر الاردن، وكمان في غزة.
طيب دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها اهو في مؤتمر كامب ديفيد. اتفقنا اتفقنا. طيب تعالى بقى نعمل مع بعض معاهدة كده نمشي عليها، وهي معاهدة الايه؟ السلام ما بيننا وما بين اسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية 1979 اللي ما بيننا لحد النهاردة. خلي بالك بقى معاهدة السلام كده اتفقنا على ايه في المعاهدة؟ اول حاجة انهاء حالة الحرب ما بين مصر وما بين ايه؟ اسرائيل، والامتناع عن التهديد بالحرب، يعني ما حدش يهدد التاني بالحرب. امال نحل المشاكل ازاي مصر؟ بالطرق السلمية. طيب تاني حاجة اسرائيل خلاص اهو انسحاب اسرائيل من شبه جزيرة ايه؟ سيناء بالكامل. طب تالت حاجة اقامة علاقات طبيعية، زي ما قلت لك تطبيع العلاقات، إقامة علاقات طبيعية سياسية وثقافية واجتماعية ما بيننا وما بين إسرائيل. طيب إيه تاني؟ إقامة مناطق منزوعة السلاح بس بعمق أكبر عندنا فين؟ في سيناء. آخر حاجة اتكلمنا عن الشعب إيه؟ شعب فلسطين. قلنا هنبتدي بعد شهر من التصديق على المعاهدة نبتدي نحاول نعمل حكم ذاتي لشعب فلسطين. طيب نتيجة معاهدة السلام هل إسرائيل انسحبت فعلا من سيناء والتزمت بالمعاهدة؟ أيوة، بنلاقي إن إسرائيل انسحبت من شبه جزيرة سيناء بس ما سابتهاش كلها، حاولت تغفلنا، حاولت تغفلنا في شريط طابة، ولكن إحنا رحنا لإيه؟ لمحكمة العدل الدولية وقدمنا طبعا الوثائق بتاعتنا ان طابة ملك لينا، وفعلا محكمة العدل الدولية قالت ان طابة من حق ايه؟ من حق مصر، وكده رجعت مصر للحدود القديمة. طيب طيب اخر حاجة بدأنا بقى ندخل في حوار مع طبعا اسرائيل عشان نبتدي نحل مشكلة فلسطين، فكان الحوار في غاية الصعوبة لان طبعا اسرائيل متمسكة بحقوقها ومبادئها اللي هي بتدعيها، والشعب الفلسطيني متمسك بحقه ومبادئه. طب عملنا ايه؟ عملنا مؤتمر طبعا العرب واسرائيل قعدوا في مؤتمر مدريد باسبانيا، ثم بعد كده شعب زعماء فلسطين واسرائيل قعدوا بمؤتمر اوسلو بالنرويج. طب مين اللي كان بيرعى المباحثات دي؟ الحكومة المصرية ومعاها الولايات المتحدة الامريكية. طب في النهاية تم اعلان سلطة وطنية لشعب فلسطين في قطاع غزة واريحة عشان تعبر عن امان الشعب الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية، وما زال الطريق طويلا لاقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الاوسط. وبكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة وانتهينا تماما من الفصل السابع، فضلنا بس الفصل الثامن، وده فصل سهل. انا بقالي 3 سنين ما بنزلش شرحه اصلا على اليوتيوب علشان هو من ضمن الفصول السهلة، وانا براجع بروح ايه شرحه في المراجعة، يعني ما كنتش بحب اضيع فيه اسبوع لان انت بتقعد تذاكر اسبوع كامل وتذاكر الحلقة اللي انا منزلها. فان شاء الله لو بقى في وقت كده هنزله لك فيديو صغير كده هنتكلم عن ثورة 25 يناير و30 يوليو الخصهم لك كده. لو ما بقاش في وقت مفيش مشكله انا هراجعها معاك هقول فيها كل حاجه في المراجعات اما اجي احل معاك اسئله. طيب يا مستر انت قلت لي في اخر الفيديو هتقول كلام مهم جدا، ركز بقى معايا كده يا حبيب قلبي. حاول تحافظ على الوقت بتاعك، خلاص الوقت اللي جاي مش كتير ومش قليل بس هو وقت كويس تقدر تلم به المواد وتقدر تدخل الامتحان وانت مطمن، فبعد اذنك حافظ على الوقت. بالنسبة لمادتي انا مادة التاريخ انا هحللك كل المشاكل اللي هتقابلك الفترة الجاية، في مراجعات مجانا هتنزل على اليوتيوب بشكل طبيعي جدا. طب انت عايز تحضر معايا؟ نزلت لك السناتر اللي احنا شغالين فيها في القاهرة وفي الجيزة، تقدر تحضر معايا في اي سنتر. طيب يا مستر احنا عايزين نحل معاك اكتر على منصة، ان شاء الله في منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم، يعني انا هكون مع حضرتك عتاب قريب جدا، هتلاقيني عندك عتاب، يعني انا معاك في كل حتة. اقول لك على حاجة، هتفتح التلفزيون هتلاقيني برضو، اه والله هتلاقيني برضو على التلفزيون، فانا معاك في كل حتة، انا موفر لك كل حاجة، ده غير ان الملازم بتتشحن لك لو انت في اخر الدنيا، هجيب لك الملزمة لحد عندك. معلش يا استاذ عبده معلش ممكن توريني كتاب من ده؟ هوريكم بس كتاب الايه المراجعه اللي الطلبه طبعا شحنته ووصل لها، وطبعا عايز الطلبه تقول لنا الكتاب اما وصل لها، هو طبعا هو مشحون بقاله يوم اهو، يعني ان شاء الله لو وصل الكتاب لو حد شاف الكتاب يقول لنا ايه رايه في الكتاب. الكتاب متقسم لايه؟ الكتاب فيه نواتج تعلم المنهج، شرح بنواتج تعلم، مش نواتج تعلم بس، يعني كل معلومه، يعني مثلا عندك محاولات فرنسا لاحتلال مصر، كل معلومه جنبها هدفها ايه؟ يا مستر اقتصادي. طب المعلومه دي
ممكن تجي لك عليها السؤال ازاي موجوده، خلي بالك هي الوحيده اللي فكرني كذا، خلي بالك يعني كل معلومه وجنبها تحليل المعلومه ازاي هتجي لك في الامتحان ونواتج التعلم بتاعتها، يعني شرح بتحليل بكل حاجه. طيب هتخلص مثلا فصل من الفصول، الفصل الاول مثلا خلصته، ركز معايا كده، هتلاقيني مجمع لك هنا بقى الحاجات اللي انت محتاجها، اوجه الشبه، التطابق، كل المتشابهات اللي في كل فصل مجمعها لك مع الفصل اهو، اوجه الشبه اللي في الفصل الاول كله، بعد كده اوجه الاختلاف او التباين او التناقض اللي في الفصل كله مع الفصول التانية. مش بس كده، كاتب لك برضو في عهد من حكام مصر. طبعا السؤال اللي بيجي لك يقول لك مثلا تم توقيع معاهدة كذا، كان مين حاكم مصر، الكلام ده كله، كل الحكام بتوع الفصل الاول مجمعهم لك لوحدهم، مجمع لك كل التعريفات اللي موجودة لك في الفصل، مجمع لك كل التواريخ اللي انت هتحتاجها، ده غير ان في تطبيق شامل على الفصل الاول، ده بنحله مع بعض في السنتر. تمام؟ يبقى الملزمة شاملة معاك كل حاجة، ده غير ان الكتاب في اخره كل امتحانات، طبعا امتحان السنة اللي فاتت والامتحانات التجريبية بتاعت الوزارة، يعني انا موفر عليك كل حاجة. من الاخر اللي هيذاكر والله المذكرة دي انا لامم لك فيها كل اللي انت هتحتاجه، كل افكار الوزارة، كل افكار الكتب الخارجية، كل الافكار مجمعها لك في كتاب واحد بس عشان اسهل عليك. فبعد اذنك انا بعمل معاك كل حاجة، ابوس ايدك، ما تضيعش الفرصة دي، واقعد ذاكر وما تضيعش وقتك. اشوفكم على خير ان شاء الله في محاضراتنا الجاية في بداية المراجعات، ادعوا لي الفترة الجاية ان شاء الله هعمل لكم كل اللي انتم محتاجينه. كان معاكم مستر ابراهيم بحيري، السلام عليكم.